حسناً، سأقذف الكرة الآن. إيه، دعني أقوم بتمرير الكرة للقرد. يا سنجاب، أمسك الكرة. أوه، الكرة. يا قرد، يجب أن تذهب وتحضرها. حسناً حسناً، انتظروا، أنا ذاهب. أين ذهبت الكرة؟ ها هي. لقد وجدتها. ها؟ هاي جوني، ماذا تفعل؟ أريد أن أذهب وألعب معهم، افتح لي. جوني، لماذا وضعته في الداخل؟ نحن نلعب، افتح. يا رفاق، انتظروا لحظة، سنلعب لعبة جديدة. أولاً سأخفي المفاتيح في أنحاء الحديقة، ثم سأعطيكم بطاقات تلميحية، وبعدها تقومون بالبحث عن المفاتيح وتحرير القرد. أوه، أعتقد أنها رائعة. ها؟ لا 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 أستطيع الجلوس وحيداً. أرجوك أرجوك، هيا ستكون ممتعة، دعنا نلعب. أرجوك. ها، حسناً، انتظروا لحظة، سأخفي المفاتيح أولاً. حسناً، انتهيت. حان وقت اللعب، اختاروا بطاقاتكم الآن. تقفزين أعلى، ثم أنزل أنا، ونقول مرحباً، ونواجه للأعلى وأسفل. اذهبي مثل الثعبان للأسفل، لكن من الصعب الصعود. ابحثي عني. حسناً، فهمتها. ها؟ هي كالثعبان تنزل، ولكن من الصعب تسلقها. ماذا يعني هذا؟ أوه، أنا أعرف، تعال معي، هيا. ها؟ واحدة لأعلى، واحدة لأسفل، وجهاً لوجه. نعم، هذا هو الحل. جوني، انظر، لقد وجدنا المفتاح. رائع رائع، وجدت المفتاح. جوني، انظر، ها هو المفتاح. انتظروا حتى يأتي الطفل، وبعدها نفتح القفص. ولكن أين الطفل؟ يا سنجابة، إلى أين تذهبين؟ انظر، لقد وجدت الحل. الخطوات صعبة الصعود، الانزلاق هو الحل. من هنا، انظروا، البيضة هنا. قد حللتم الألغاز، سأفتح القفص. ها هو. هيا يا صديقي، تعال إلى الخارج. ها، انظروا، إنه نائم. ها، الكثير من مناطق اللعب على متعة كبيرة الليلة. واو، الكثير من أحواض الكرات. مهمة إنقاذ، روم روم.
ما خرب ألعاب الحديقة، كل شيء محطم. علينا أن نعرف من خرب الحديقة. سأبحث عن آثار الأقدام. حسناً، سوف أفحص الحيوانات هنا. هاي يا قرد يا مشاغب، هل أنت كف عن إزعاجنا؟ هل أنت من خرب الحديقة؟ ها؟ أنا؟ لا 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 لا، صدقني لم أفعل ذلك، من فضلك لا تتهمني. جوني، حصلت على آثار قدم غريبة ليست موجودة في قائمتنا. يا شباب، أعرف من فعل ذلك، رأيته يأتي في الليل، إنه يأتي من الغابة. حسناً، لنقبض عليه فوراً. شباب، دعونا ننصب له فخاً، اتفقنا؟ حسناً، هيا. سيساعدنا هنا. مساعدي مارشميلو، هل أنت جاهز للمهمة؟ نعم يا سيدي، أنا جاهز. اسمع، تسلق الشجرة وابحث وأخبرني إذا وجدت أي شيء. حسناً.
ما زلت أبحث. ها؟ ما هذا؟ أوه، إنه اللص والبيض. أعتقد أنني وجدت اللص. إنه يتجه إلى الجانب الآخر من الحديقة. سأهبط الآن. شكراً لمساعدتك يا صديقي. سأقبض عليه الآن. مذاقه جيد؟ هاي، ماذا حدث يا صغيري؟ انظري يا أمي، كرتي. زو زو زو، بابا أنا ذا الكرة. زو زو زو، نلعب بالكرة. بيبي يركل وبقوة تسقط في البحر بعيدا. زو زو زو، كيف سنأخذها الآن؟ صغيري، لا لا لا، إن البحر خطير جدا، لا يجب أن تذهب إليه. حسنا، هاي، انظر إلى هناك. Ha ha ha!
ومشاهدة الطائرات. لدي طائرة أيضا، دعوني ألعب معكم. لماذا لا؟ هيا هيا. اذهب إلى المياه، كن حذراً. لا تقلقي يا أمي، سآخذ طائرتي الورقية. ها ها ها. سرطان البحر. أمي، هل رحل الآن؟ لقد رحل يا صغيري، انظر هناك، إنه عاد إلى الماء. ها، سألعب بطائرتي الورقية الآن. مرحبا يا أطفال، هل أنتم مستعدون للسحر؟ أبراكادابرا. انظر يا بيبي، انظر، عصاه سحرية لديها كل القوة. نعم، يبدو جميلا. انتظر، أنا لدي فكرة.
ذلك الآن. ها، لقد تعبت جدا، هذا لا يعمل. أعتقد أننا يجب أن نطلب مساعدة الساحر. نعم، هيا لنذهب. أين عصاي السحرية؟ من أخذها؟ مرحباً رجل السحر، عصاك السحرية معي هنا. أوه، عصاي السحرية. يا صديقتي، كنت أبحث عنك في كل مكان. أنا وبيبي أخذنا عصا منك، لقد كنا نلعب بها، ولكن البيبي علق داخل القفص. من فضلك ساعدنا على تحريره. حسناً، لا تقلقوا، سأساعدكم، تعالوا معي. لا تقلق يا بيبي، سأخرجك. أبراكادابرا. أنا حر الآن. شكراً لك يا رجل السحر. حسناً يا أصدقاء، سأراكم في المرة القادمة. وداعاً. سأقوم بإمساك جميع الحيوانات. ها، بعض الفواكه اللذيذة. سوف آكل هذا الآن، ثم سأذهب إلى النوم. ها، ما هذا؟ بالتأكيد سأعجبها هذه المرة، ستحب هذا الخاطر. لابد أن أكون هادئاً، هذا محرج. هي، ماذا تفعل؟ لماذا وضعتمونا داخل القفص؟ الآن أنتم حيواناتنا في السيرك، سأخذكم إلى مكاننا، هيا. كنت أعلم أنها كانت فكرتك، لكن إلى أين ذهب؟ النجدة! النجدة! ها؟ هذا هو. هي! رجل السيرك وضعنا هنا، ساعدونا. لا، لا تذهب. يا جوني، توقف، انتظر. ها؟ مرحبا سيدة سنجابة، لماذا تبكين؟ ليلة البارحة أمسك رجل السيرك سنجابنا وقردنا، أخذهما وحبسهما داخل قفص وذهب بهما. لا أعلم ماذا أفعل الآن. نحتاج إلى إنقاذهم. هيا لنذهب ونجد مكانهم. في جيبه. هيا سنجابة، نحتاج إلى الحصول على المفاتيح. يجب عليك الحصول على المفاتيح. ها؟ أنا؟ هل أنتما متأكدان؟ نعم، نعم. حسناً، أنا سأحاول. صغيرة، أنت أيضاً تريدين أن تأتي؟ آسفة يا سيدي، ليس الآن. هيا يا أصدقاء، اهربوا، لقد وجدنا. هيا توقفوا، لن أسمح لكم بالهرب. أين ذهبوا؟ لدي فكرة. ها، هذا هو. ساعدوني، ساعدوني.
المفاتيح. شكرا جزيلا لكم، لقد أنقذتمونا. النجدة النجدة. آسفٌ يا عزيزتي، كان لدي خطط كثيرة لك، ولكن كل شيء انتهى. لا يا عزيزي، انظر إنه رائع، أنا أحبك. الآن حان دوري، لقد وقعتم في فخي، لن تستطيع الهرب مني. والآن لأسترح قليلا. حريق